معالي الوزير، سيادة اللواء أشرف ريفي اليوم عم نشوفك عم تفتتح مهرجانات طرابلس الدولية 2017، خبرنا شوي شو هي العقبات اللي تحدتك بمسودة طرابلس أو مهرجان طرابلس قبل ما يبصروا النور؟ لا شك الفضل الأساسي هي إذا بدك لجمعية طرابلس حياة، اللي هن فعلا الحقيقة حضروا كل الأمور اللوجستية والتواصل مع الفنانين مع المعنيين مع اللي أنشأوا المسرح، مع كل التفاصيل الحقيقة. أنا لحد ما كنت إلى دعامة معنوية أكثر ما كنت ممارس بشكل أو متدخل بالأمور التنفيذية الحقيقة. هل عم نشوف في الوزير الحالي وزير السياحة حجب مبلغ من المال وهو 250 مليون ليرة عن مهرجان طرابلس كان أقرن الوزير السابق، طيب شو ردك على هيدا الموضوع؟ آسف أني أقول فعلا الحقيقة حجبت الأموال عن جمعية طرابلس حياة عن المهرجان تبع طرابلس تحت حجج واهية تماما، وكانت هي ردة فعل بيني وبينك على موقف سبق وأخذ، وكان في خطأ وطني كبير جدا جدا، وأنا أخذت موقف منه ودعيته يومتها للاستقالة أو دعيت الحكومة لإقالته لأنه كان في إهانة للوطن الحقيقة. أكيد نحن نحترم إذا بدك الأخوان الأرمن اللبنانيين اللي من أصل أرمني، إنما بالنهاية هذا وطن الحقيقة يجب أن يكون الحب الأول هو لهذا الوطن الحقيقة. بكل أسف هو عبر بشكل خاطئ جدا ورجع اعتذر تماما، كنت ردت فعله إنه والله عم يحاول يقصص طرابلس. بكل أسف الحقيقة طرابلس حقها بدها تاخذه مهما كلف الأمر، لا هو ولا غيره في إذا بدك يحرمنا من حقوقنا تماما. نحن ما عملنا معركة احتراما إذا بدك للوجود الأرمني وطرابلس، احتراما لعلاقتنا مع الأرمن اللي بنكد لهم كل احترام وكل تقدير، إنما هو ارتكب خطيئة كبرى بحق الأرمن وبحق طرابلس، وبكل أسف طرابلس رح تاخذ حقها وبتعرف تاخذ حق طرابلس. نعم، بما أنه عم نحكي عن الأرمن وعن إيد التعاون، هل هيدا المهرجان هو مثل مد إيد حضرتك لأيادي الأفرقاء الآخرين السياسيين للتعاون؟ لحن سبق ودعونا لتوقيع وثيقة شرف بيننا كطرابلسيين إلى أن نفصل الحياة أو الأمور الإنمائية والتطويرية للمدينة عن صراعنا السياسي أو الانتخابي. وللأمانة على أثر هذه الدعوة هاي صار في تواصل مع القوى السياسية الأخرى لترجمت هذا القول بالفعل، أنه اليوم وفي تواصل مع رئيس مئاتي حول إنماء المدينة بعض المشاريع الإنمائية، في تواصل مع الوزير صفدي كذلك الأمر، في تواصل مع كل القوى السياسية، ويدنا ممدودة لكل العالم سواء كنا حلفاء أو كنا متباعدين سياسيا، إلى أن نتحد ونحط إيدينا بعض البعض لإنماء المدينة. برأيي هذا سيكون إذا بدك حاجة للمدينة، وسيكون موقف حضاري ومترفع عن صغائر السياسة لإنماء المدينة. نعم، هل في تجاوب من قبل الأفرقاء الآخرين؟ حضرتك عم تمد إيدك كتير وفي وثيقة أيضا، بس هل في تجاوب؟ تجاوب ضمن حدود معينة صحيح، المشاريع اللي عم ينحكى فيها هي مشاريع بتصور بدها تاخذ شوية وقت، إنما عم نتقدم أكثر بالبحث سواء حول موضوع الكهرباء أو حول موضوع إذا بدك الاستشفاء، في مواضيع عديدة جدا بالمشاريع الكبرى. نعم هناك كلام بتصور عم ينتقل إذا بدك من فكرة أولية إلى مسار نحو التطبيق إذا الله أراد. نعم، بما إنه عم نحكي شوي سياسة، شو رأيك بقانون الانتخاب اللي أقر حاليا؟ لا شك بالمبدأ سبق وأعلنت أنه القانون الانتخاب القانون النسبي هو من أفضل القوانين تماما، هو فعلا الحقيقة إذا بدك أفضل من الأكثري. الأكثري اللي عنده 51 بيعمل محضر وبيأكل الكل، النسبي قديش بتمثلي بتاخدي نصيب، حاولوا يشوهوه لأنه حاولوا يفصلوا على قياس البعض منه الحقيقة، وبكل أسف اللي حاول يفصل على قياسه ثابت أنه هو قصير كتير، عشان هيك يعني ما صار تشويهات كبرى بالقانون. بالرغم من هيك نحن الحقيقة قلنا لهم نحن مستعدين لخوض الانتخابات سواء على الأكثري أو على النسبي أو على المختلط، بأي شكل من القانون نحن حاضرين لخوض الانتخابات. اليوم من حسنات النسبي أنه بالنهاية مثل ما قلت كل إنسان بياخذ بحسب حجمه، إنما فصلت الدوائر بكل أسف بشكل متناقض لمفهوم اتفاق الطائف. اتفاق الطائف كبر الدائرة عملها على سيد المحافظة ليكون فيها لحد ما مشاركة إسلامية مسيحية. اليوم الدوائر أغلبيتها بكل أسف فصلت إما مذهبيا أو طائفيا، يعني عم تكون دائما في غلبة للون معين الحقيقة، هذا يتناقض إذا بدك مع العيش المشترك ويتناقض بنفس الوقت مع روح الطائف. مشان هيك أنا بتصور يعني برغم من هيك برجع بقول إنه بالنهاية في إيجابية للقانون. سيئة أساسية للقانون الحالي إنه بوضعنا الراهن من خلال امساك حزب الله بقبضة حديدية على بيئته يستفيد أكثر من أي قوة
من هالقانون تماما، بس برغم من هيك نقول احنا نعم ننظر الى النص الملقان من الكبايه مش للنص الفاضي. نعم، يعني هون نحن ما عم نفصل طائفيا بالبلد، هلا بيروت تقسمت، الطوائف هي رح تنتخب نوابها، صحيح؟ بلا، صار في غلب، ما في اذا بدك فرز كامل بالمية، بس صار في غلب للون طائفي معين. هذا برايي انا بتصور بيأذي البلد على المدى الطويل، مشان هيك برايي لنرجع بعدين انا مع هالدوره ما نغير شيء بالقانون، بس بالدوره القادمه نشوف شو في ملاحظات بعد التنفيذ، ونشوف فعلا بمنظار وطني كيف نؤمن الانصهار الوطني. عيشنا المشترك انا برايي هو الاساس الحقيقه، ما بدنا نعيش لحالنا مثل ما الاخوان المسيحيين ما بدهم يعيشوا لحالهم، الانصهار الوطني اساسي الحقيقه والعيش المشترك اساسي عندنا. نعم، حضرتك مرشح على الانتخابات النيابيه هلا ايضا وموافق، نحن بدنا نقول لك معالي الوزير سياده اللواء اشرف ريفي رح نضل متابعينك بترشيحك وبكل شيء، وخاصه بفستيفال الانترناشونال طرابلس، شو عم بتقدم من خلال هيدا المهرجان لمدينه طرابلس، شو إلك وشو عليك؟ لا شك إذا الله راد مرشح، إذا ربنا عطانا صحة وحياة واستمرنا بالحياة مرشح مبدئيا، أكيد عم نحكي لحنا بعد 11 شهر، إنما بالنهاية سنقدم كل ما نملك للمدينة وكل طاقتنا في خدمة المدينة، ولحنا اليوم مفهومنا بالعمل العام هو مفهوم أن نكون في خدمة أهلنا ومدينتنا اللي علينا ووطننا. أكيد بالمقابل الحقيقة شو عم نقدم خلال هالمهرجان التاي؟ عم نقدم الوجه الحقيقي للمدينة، عم نظهر، عم نكشف، يعني عم نبين الوجه الحقيقي للمدينة، هي مدينة للعيش المشترك، هي مدينة للحياة، هي مدينة فعلا للعلم والعلماء، وهي مدينة لبنانية بامتياز. سيادة اللواء، شو بتوجه كلمة لكل العالم عن طرابلس وعن المهرجانات وعن الانتخابات النيابية؟ اليوم بوجه دعوة واضحة ومباشرة لكل مواطن لبناني أو لكل من هو متواجد على الأرض اللبنانية يزور طرابلس، شوف وجه الحقيقي. اليوم بلش طرابلس حقيقة فعلا حقيقة عم نشوف، بلشنا نشوف زوار من كل المناطق، من كل الأديان، من كل الطوائف، عم يشوفوا فعلا حقيقة بشكل مبتهج أن المدينة كانت مظلومة والمدينة كانت مفترى عليها، هي وجه الحقيقي اللي هي فعلا مدينة منفتحة للكل ومدينة ترحب بالكل ويتمتع أهلها بطيبة مميزة وملفتة بالرغم من كل المناكفات السياسية اللي موجودة على أرضها أيضا. طبيعة الحياة السياسية في مناكفات، هذا الحقيقة آخر شيء، ما في حياة إذا بدك كلها سجادة حمراء مبدئيا، الحياة فيها طلالعة فيها نزلة، مشان هيك أنا برأيي المناكفات السياسية جزء من الحياة السياسية، وأنا برأيي حكما التنافس والتقابل هو اللي بيعمل نمو ورقي، ولا الأمور بتبقى على حالها وهذا بعكس التطور. وهذا الشيء اللي عم نشوفه اليوم أيضا، شكرا لك سيادة اللواء. شكرا لك، شكرا جزيلا لكم، شكرا. We'll be right back.